بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله نواصل شابتر 5، نشوف المقطع الثاني، نشوف parallel flow over flat plate، ونشوف friction coefficient. أولا لحظة، نحن عندنا على parallel flow، هذه parallel flow على flat plate. The transition from laminar to turbulent flow، لاحظ نحن عندنا هذه المنطقة في عندنا لامينار وبعدين التيربيلنت. الانتقال من اللامينار إلى التيربيلنت يعتمد على إيش؟ يعتمد على سيرفيس جيومتري، نوع الجيومتري تبع هذا السيرفيس، يعتمد على الرفنس تبعه، يعتمد على الابستريم فيلوستي، السرعة الموجودة هنا، ويعتمد كمان على تي اس تبعه، درجة الحرارة هنا، and the type of flow. وزي ما شفنا في الشابتر الماضي انه الرينولدز نمبر هو اللي يعطينا يصف لنا هذا الفلويد فلو. ايش هو الرينولدز نمبر بالنسبة للفلات بليت؟ لاحظ نحن عندنا هنا الاكس، هذا اتجاه الـ y axis وهذا اتجاه الـ x axis، إذا كلما قدمنا قدام كلما تغيرت الـ x أو زادت. إذا الرينولد نمبر في هذه الحالة يساوي إيش؟ يساوي الـ rho v، الـ v الـ velocity الموجودة عندي هنا، الـ x اللي هو المسافة الموجودة عندنا، اللي هنا هنا هنا، يعني تنطلق من تبدأ من صفر وتنتهي بـ l على الميو، أو تقول في x على ميو. طبعا الجنرال اكسبتد فاليو فور ذا كريتيكال رينولد نمبر، ايش هو الكريتيكال رينولد نمبر؟ اللي هو النقطة اللي عندها ننتقل من اللامينار إلى التيربلنت ترانزيشن، نسميها اكس كريتيكال اكس سي ار. هذه ايش تساوي بالنسبة للبارالل فلو اوفر فلات بليت؟ هذه تساوي 5 × 10^5، لكن قلنا هنا جنرالي في يعني بصفة عامة، لكن قد تتغير كمان من 10^5، لاحظ أقل من هذه، إلى 13^6، اعتمادا على إيش؟ اعتمادا على السيرفيس رفنس، على التيربيلانس ليفل، and variation of the pressure along the surface. Boundary layer thickness، احنا قلنا الفلات بليت مش عندنا هنا الباوندري لاير، هذه الثيكنس تبع الباوندري لاير دلتا، هذه موجودة عندنا، ممكن تعرفها لوكال هنا at location x، اللوكال تساوي 5x. لاحظ الاكس هنا معناها عند كل اكس في عندنا دلتا معين، صحيح عند اللامينار يكون قليل، وكلما قدمنا قدام في التيربيلنت كلما كانت الدلتا كبيرة. قلنا الباوندري لاير ثيكنس اند لوكيشن اند لوكال فريكشن كوفيشنت سي اف، اللي هي السي دي اللي شفناها في المقطع الماضي، تساوي 0.664 على الرينولد ربع، هذا طبعا في حالة اللامينار فلو، يعني اقل من 10^5. اذا كان في حالة التيربيلنت تتغير الدلتا هذه وتكون هذه قيمته، والسي اف تتغير لأن الرينولد نمبر هو ما بين 5 × 10^5 و 5 × 10^7. كنا نتكلم عن اللوكال، هلا ودنا نجيب الافرج. كيف نجيب الافرج؟ شفناها كمان في السلايد الماضي، لازم اخذ التكامل 1 على ال، تكامل من 1 الى ال، سي اف اكس اللي هي اللوكال في السلايد الماضي، حتعطيك هذه القيمة. طبعا هذا الشيء انت تطلع عليه شوف حتى توصل لي. نفس الشيء بالنسبة للتيربيلنت، تأخذ 1 على ال سي اف هنا، لكن بدل ما تأخذ تبع اللي هي التيربيلنت اللامينار، لا خذ تبع التيربيلنت، يعطيك نفس هذه النتيجة بالنسبة للرينولدز كبير. طبعا في بعض الأحيان in some cases ممكن تأخذ الرينولدز نمبر السي اف اكس، قلنا التكامل، لكن لاحظ نأخذ التكامل من الصفر إلى كم؟ مش من الصفر مباشرة إلى R، لا، لأنه نحن ودنا نأخذ أولا بس بالنسبة لللامينار، إذا هو من الصفر إلى
الاكس كريتيكال، النقطه اللي انتقلنا منها من اللامينار الى التربلان، ولذلك هنا حناخذ سي اف تبع اللامينار، اذا من الكريتيكال، ومن المنطقه هذه الثانيه كريتيكال الى ال ناخذ لها السي اف اكس اللي هي التربلان. والافرج من هذه اللي هي لوكال، الافرج يعطيك هذه القيمه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.